شو عم تحاولي تعملي عم تحاولي توصلي للغني؟ بيريحك تامر اكثر مني ما؟ غني وبيطلعك من الحي الفقير اللي بتكرهيه. واحد بلا اخلاق ومجنون، ترك لي ايدي لك عم توجعني. مش رح اتركك لحتى تقولي لي شو عم تحاولي تعملي. اذا ما تركت لي ايدي هلا لحم عليك الناس. روبي مش رح خليكي تتهني، مش رح خليكي تتهني. عم تهددني يا دكتور؟ اول مره بشوف دكتور محترم بيهدد العالم. معك حق، عم بتصرف طريقة مش محترمة، معك حق. شو تعمل خبرني؟ كيف اتفقتوا على رد المصاري؟ كيف رح بترد لك المصاري روبي؟ قول قول! في ايه؟ بتزعق كده ليه؟ بدي اعرف كيف بدها تردن، شو وعدتك للمصلحجية؟ روبي مش مصلحجية. انت هيك رأيك؟ ايوه، روبي كان جاي عشان عايزها تشتغل عشان ترد الفلوس، لما عرف ان انا اشتغل مع عمي عايز اشتغل معاه سكرتيرة. شو؟ تشتغل سكرتيرة ليش؟ عشان سد ديونها يا اخي. وانت رح تشغل سكرتيرتك؟ معرفش، لسه بفكر. بتفكر؟ ليه؟ عجبتك؟ عمر، خلي بالك من كلامك، انا اعصابي مش مستحملة، انت فاهم ولا لا؟ وانا كمان اعصابي اتلت! اتلت! وده ما ادالكش حق اللي انت تكلمني بالطريقة دي، انا أول مرة أشوفك كده، مالك يا اخي في ايه؟ لأنه بحياتي ما حدا جرحني مثل ما هي جرحتني. جرحتني وبعدها عم تجرحني. بتعرف شو يعني بنت حبيتها بهالسرعة؟ تتركك وتتخلى عنك بهالبساطة بس بحجة انك مش محبي لعينها ولا انت قد طموحاتها. انا ما اذيتها تامر ولا كذبت علي ابدا. هي لما تقربت منك ومن شيرين وصارت تقارن اكتشفت انها فيها تحصل على احسن مني، ببساطة لانه شيرين مش احسن منها. قارنت بيني وبينك واختارتك انت. ايه اختارتك انت، هيدي هي روبي اللي عم تدافع عنها. عمر، انا بحب شيرين وهتجوزها، يا ريت ما تنساش ده. أنا مش رح أنسى، بس بتمنى أنت ما تنسى بشي يوم. الو، انا بعتذر تامر. يا عم بتعتذر من ايه؟ بتعرف شو الحلو فينا انا وياك؟ انه انا قلبي طيب بس انت ممسحة. بقول لك ايه، انا هموت من الجوع، تعال روح اتعشى في اي حته. وين بدك نروح؟ يلا اوكي باي. مشغول كثير؟ لا قول لي، عايز حاجة؟ رح اعمل فنجان نسكافيه وبدي اقعد معك 5 دقايق قبل ما امشي. يلا تعال. من اول لقاء صار بيناتنا حسيت انه عمو فتحي ما كثير تقبل وضعي ورفضني. يا بنتي انا ما كانش قصدي ان بترجاك عمو، خليني كفي، ما تعطى الهم اني انجرح. أنا إنسانة واعية ومنطقية وكتير متصالحة مع حالي. أنا مش مجرمة عمو، أنا عندي وضع صحي خاص. مش مجرمة ولازم أتعاقب لأني لقطت فيروس أنا وصغيرة قبل ما أطعم ضده. هيدي مشكلة بتصير مع كل إنسان. تبعي يا حبيبتي. كرمال هيك جاي أسألك، رغم إنه تامر ما خبرني شي ولا قال لي إنك رافض زواجنا، حابة أعرف شو هي الأسباب الرئيسية اللي عم تخليك ترفضني. أرجوك يا بنت، أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده. بترجاك عمو،
قل لي شو الأسباب من دون لف ودوران. شوفي شي بزواجنا بضر بمصلحة تامر، من شو خايف؟ قل لي. أنا بصراحة مش عارف أقول إيه. إذا كان قصة الأولاد أنا ما عندي مشكلة بالإنجاب، إذا كان قصة علاقة بين شخصين بفتكر هيدي خيارات شخصية ما حدا له حق يتدخل فيها، ما هيك؟ يلي حضرتك بتشوفه حلو وغيرك بشوفه بشع، حياة نسبة يا أستاذ فتحي. إذا بتريد ما توقف بوجه سعادتنا، لأنه أنا بعرف البابا إذا عرف برفضك إلي ما رح يقبل بزواجي من تامر. بصراحة أنا مش حابة أتخانق مع البابا، ما لي غيره بهالدنيا. بتمنى أنه تامر ما يعرف بزيارتي لهون ولا بكل الحديث يلي صار. صار لازم روح على الجامعة، تأخرت. بالإسم امبارح عشية تلفنت لي غادة وقالت لي إنه لقيت ستاج هون ببيروت بأوتيل خمس نجوم من اختصاصها يعني، فهي بدها تيجي تعمل الستاج. صرت أنا مضطر إني استأجر بيت وأسكن أنا وياها. حكيت مع مازن ليلاقي لي بيت حد المستشفى، قال لي إنه في دكتور هنيك مستأجر بيت وهلا بده يطلع منه، يمكن بده يهاجر على فرنسا، فرح روح اليوم شوفه، إذا عجبني رح أخده للبيت. أنت بتتحقق بغادة عشان كل واحد بقى يروح في حاله الوقت ونبعد عن بعض. واليوم رح نبعد عن بعض تامر. يا عمر أنت صاحبي. صاحبي قبل كل اللي بيحصل ده. قبل روبي وقبل شيرين حتى. إيه بس اللي صار امبارح واللي قلته ما كان لازم أقوله. شوية مواقف مثل هيدي بتخرب كل هالصحبة وكل هالصداقة وأنا كتير مصر عليها. خلاص. يبقى اللي حصل ده ما يتكررش تاني. مش ممكن. وجودك مع روبي وحدة أكيد رح يخلي هالمواقف تتكرر. بليز قدر لي موقفي تامر. ماشي يا سيدي اللي انت شايفه. انا هجيب لك فلوس عشان تأجر البيت. لا لا معلش مش عاوز مصاري. يعني مش عايز ايه جديد؟ ما طول عمر بعرض عليك فلوس، ايه المشكلة؟ طول عمرك اوكي بس هلا خلص. انت عايز تقطع كل العلاقات اللي بينا؟ لا تامر لا، بس انا خلص صار عندي وظيفة مهمة وقريبا رح صير نائب للدكتور حداد، يعني عيب اقبل منك مثل ما كنت اقبل من قبل. بعدين بدي اياك تعرف انه انا رح سدد اللي علي ومصريات امها لروبي كمان. ليه وانت ذنبك ايه تدفعهم؟ ذنبي انه رغم انه كنا مختلفين وقتها، وقت مرضت امها اتصلت فيي انا وطلبت المساعده مني انا، يعني انا اللي لازم اساعد مش